طبعا حاجه كويسه جدا ان في لعيبه في النادي الاهلي تبقى تحترف في الدوري الاوروبي او الدوري الفرنسي، هي اضافه لنفسها واضافه للنادي الاهلي واضافه لمصر. واتمنى ان احنا نفتح باب الاحتراف لكل لاعبتنا وكل لاعبنا لاعبينا. والله انا بقول ربنا معاها وربنا يوفقها والعالميه اكتر ان شاء الله، وطول عمرنا يعني احنا النادي الاهلي بيسلم اجيال وولاده، يعني احنا طول عمرنا عندنا اجيال كتير وفي كذا جهاز، يعني مش في جهاز الهاندبول بس، عندنا في جهاز السباحه، عندنا كابتن احمد اكرم في السباحه، عندنا كابتن مايا عاطف، غير يعني كابتن مروه عيد، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. دي اولا هي شرفت مصر في نمره واحد، وبعدين شرفت النادي الاهلي اللي هي يعني تدربت فيه وهي شبله لغايه ما وصلت للفريق الاول، وربنا وفقها ويعني وتبقى الاولى على العالم كمان. كابتن مروه عيد انا اعرفها كويس، دي كانت لعيبه هنا في النادي وما شاء الله محترفه دلوقتي في نادي فرنسي في جنوب فرنسا، هدافه الدوري الفرنسي السنه دي ما شاء الله، وان شاء الله كده بنتمنى لها كل التوفيق، وشرفت مصر وشرفت النادي الاهلي، ويعني كضرب لعيبه النادي الاهلي في كل مجال، وبنتمنى لها كل توفيق، وبنقول لها ان شاء الله باذن الله يعني من نجاح لنجاح، وباذن الله السنه الجايه تبقي في دوري اعلى ودوري الاسباني ان شاء الله باذن الله. احب اني كابتن طبعا مروه عيد، وان شاء الله يبقى في محترفين اكتر قريب، طبعا انتقالها لنادي كبير زي نيس هيبقى خطوه ان شاء الله، وان شاء الله تأدي كويس. انا احب اقول لها اللي هي احنا فخورين بيكي جدا وشرفت اسم مصر في فرنسا، وده مش جديد على اولاد النادي الاهلي. يعني طبعا هي فخر كبير لمصر زي محمد صلاح واكتر كمان، ومن حقنا ان ندعمها لانها يعني شرفتنا برا مصر وجوا مصر، فيعني ربنا يوفقها والنجاح لنجاح دايما يا رب ان شاء الله، وان شاء الله توصل لمكانه عاليه اكتر من كده، وان شاء الله يعني تكسبنا اكتر واكتر.